الملائكة تطمئنهم في هذا اليوم العظيم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله عز وجل يقول عن الصالحين يوم القيامة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم اجعلنا منهم. وهؤلاء الصالحين يأخذون كتابهم بإيمانهم، قلوا أمين. اللهم اجعلنا منهم. الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يأخذ هذا الكتاب ويصرخ أمام الناس يوم القيامة ويقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لماذا كانوا من أهل الجنة؟ لأنهم كانوا في هذه الدنيا من المحسنين. الله عز وجل يقول: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لماذا أصبحوا من أهل الجنة؟ لأنهم أحبابي في الله كانوا يدعون الله، الذين يقولون ماذا كانوا يقولون؟ الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دخلوا الجنة لأنهم كانوا من الصادقين. الله عز وجل يقول: فقنا عذاب النار، لأنهم كانوا من الصابرين القانتين المنفقين والمستغفرين بالأسحار.